بعرف كتير منيح شو قصدك والشي اللي عم تحس فيه، وبعرف انه هذا التعب مو بإيدك، بس اللي بعرفه انه بإيدك قدران تنهيه. شبك مراد، انت انسان واقعي وعملي بهالحياة، بتعرف انه علاقتك مع نينار هي علاقة حب مثل اي علاقة ممكن بأي لحظة تنتهي. انا كتير زعلان ومقهور لاني اجيت وشفتك بهالمنظر. والله ما عم بعرف شلون عم تحكي هيك يا جلال. بتحب ذكرك انت شو عم تساوي مشان تروح لعند لور؟ هداك شي، وانا ولور شي تاني. انا ولور منحب بعض، هي بتحبني وانا بحبها، وهي بالغربة وانا هون، فشي كتير طبيعي اني انا حاول اطلع وكون جنبها. يعني اللي كان بيني وبيني نار فزلكي وعلاك مو حب؟ اكيد لا، اكيد حب، بس انا بقصد انه انا رح حاول اطلع لعند لور، يمكن اجتمع انا وياها وصير علاقة ونعيش سوا، بس ممكن بأي لحظة لسبب تافه كتير تنتهي هاي العلاقة، وتأكد وقتها انك ما رح تشوفني بهالمنظر. ليك انت وعم تعيش قصة الحب، اي شي بتساويه مباح، واللي بدك اياه بتقدر تساويه، اما لما بتنتهي هاي العلاقة خلص اي تصرف مؤذي بتساويه تجاه حالك انا برأيي هو خسارة، خسارة مجانية وعلى الفاضي. مراد، انت سألت حالك نينار هلا شو ممكن يكون وضعها؟ معقولة يكون وضعها مثلك؟ اكيد الجواب لا، لانه هي قررت انه مستقبلها هونيك، مستقبلها هونيك بدونك. عم تفهم هذا الشيء؟ وحتى اذا رحت سألتها هلا وقلت لها ليش هيك عملت، رح تلاقي لك مليون مبرر، لانه شافت مستقبلها بدونك. هلا هي ممكن تتأثر وتزعل اذا دريت بوضعك، بس انه تفكر ترجع؟ تأكد لا. تعرف شو الفرق بينك وبين نينار؟ الفرق انه هي خلصت من شيء اسمه وهم الحب، هذا الوهم اللي انت هلا عايش فيه وغرقان لشوشتك. وهم يا جلال؟ هلا كل شيء عشناه انا وياها، كل شيء مرقنا فيه اسمه وهم؟ مو حبك بس، الحب كله هو مجرد وهم. ما بعرف، يعني انت هلا كل شيء عم تساويه وكل مخاطرة اللي عم تعملها مشان تروح على ألمانيا وتشوف لور وهم؟ ممكن. لا تطلع فيني هيك براد، الحياة تافهة، عبارة عن مجموعة لحظات متراكمة فوق بعضها، كل شيء شغلات تانية هي مجرد وهم، وأحلى وهم فيهم هو وهم الحب، لأنه منتلذذ فيه ومنحب نعيشه، بس لما تجي اللحظة الحقيقية لازم نفيق، لازم نفيق من هذا الوهم. عم تفهم علي مراد؟